في هذا الفيديو غادي نقوم بتصحيح الامتحان رقم 3 والمتعلق بلا بواط ميرفي واللي حطيته في القناه. يمكن لكم ترجعوا للبلاي ليست باش تشوفوا لي فيديو الاخرين اللي متعلقين بالامتحانات الى فاتوكم. هذا الامتحان هذا متعلق بجهه ديال الشاويه والرديغه واللي تحط سنه 2011. فنبداو التصحيح ديالنا. نبداو باول سؤال واللي هو عندنا لو طابلو وداخل في اطار لا كونتكستواليزاسيون دو تيكست. اول حاجه مطلوبه منكم هي لو تيتغ دو لوفر سي لا بواط ميرفي، العنوان ديال الكتاب ولا المؤلف. لوتور هنا مطلوب الكاتب ماشي لو ناراتور الراوي. تبقاو تنتبهوا شنو مكتوب واخا تشوفوا الجدول، فضروري تقراو شنو عندنا في هذا الجدول ولا شنو مطلوب في هذا الجدول. عندنا لوتور دونك سي احمد صفريوي، ما تنساوش ا و اس ضروري خصهم يكونوا او ماجيسكول. نسيت انا بالنسبه لهنا لو تيتغ حتى ال و بي و ام ضروري خصهم يكونوا او ماجيسكول. عندنا لو جونغ دو رومون، النوعيه ديال المؤلف. في هذه الحاله عندنا رومون اوتوبيوغرافيك، الا قلتو غير رومون راه خطا، الا استعملتو اوتوبيوغرافي خطا، الصحيح هو رومون اوتوبيوغرافيك. بالنسبه ليبوك دي زيفينمون هي الفتره ديال الاحداث، نقدروا نقصدوا بها القرن فهو لو 20 سيكل القرن العشرين. والا كان الا تحط مثلا سؤال شنو هو ليفينمون هيستوريك الحدث التاريخي، فعندنا الجواب غادي يكون لا كولونيزاسيون فرونسيز يعني الاستعمار الفرنسي. ننتقلوا للسؤال رقم 2. دابري فوتغ ليكتور دو لوفر كيل ميتيي اكتيفيتي اكزيرس شاكان دو سي بيرسوناج، شنو هو المهمه العمل ولا المهنه ديال هاد الشخصيتين اللي مذكورين. ففي الجواب في الورقه التحرير غتكتبوا رقم السؤال 2، غادي تنقزوا سطر وديروا تيغي، ديروا عبد الله وديروا جوج نقاط وحدها الجواب. دونك الجواب هو اني بي سي والمقصود بها بقال. بالنسبه للشخصيه الثانيه واللي هي لالا كنزه، فمن الافضل انكم تنقزوا سطر وديروا تيغي بحال هذا الشكل اللي كاتبه لكم وتكتبوا الاسم ديال الشخصيه اللي هو لالا كنزه جوج نقاط. فالمهنه ديالها خلال القصه هي اون فويونت عرافه. الى ما عقلتوش على فايونت فممكن تكتبوا الشوافه وغادي تبقى صحيحه. سؤال رقم 3، دون لو ليو او سو تروفي لو ناراتور، في المكان اللي كيتواجد فيه لو ناراتور. هنا لو ليو هو المكان واللي هو لو بام مور. لي زوتر زونفو ايتي اليز، واش الاطفال الاخرين كانوا كانوا مرتاحين. عندنا هنا فري او فو، فالجواب هو فري. نعطيكم الاشاره من النص باش تعرفوا تربطوا ما بين الاجوبه والنص. عندنا هنا il y avait bien d'autres enfants mais ils paraissaient à leur aise، دونك هنا كيبانوا باللي راهم مرتاحين. اذا هذا هو الدليل ديال الجواب. لي فام بارلي ا فوا باس، النساء كيهضروا غير بشويه. نورمالمون سي فو. شنو كاين عندنا في النص؟ توت سي فام بارلي فور، كل النساء تتحدثنا بصوت مرتفع. لو ناراتور اي فيني تو سول، الراوي جا بوحديته الحمام البلدي. هاد اي كتعود على لو ليو ولو ليو هو لو بامو، فهو وجه ليه بوحديته. نورمالمون سي فو. الدليل من النص هو الكاتب كيستعمل دي نو تخوا اريفي منذ وصولنا، وإلا لاحظنا كيستعمل بزاف لا بروميير بيرسون دو بلوريال نو نو، اللي كيدل على ان جوج العناصر ولا اكثر اللي وصلوا. وحنا من خلال النص فعارفين ان لا مير دو ناراتور قالت له جو تيمين بروندغ ان بان، غادي نصطحبك معايا باش تمشي للحمام البلدي. اخر جمله مطلوب منكم ديروا واش فغي ولا فو، هي لي فام رونجي لوغ زافير دون دي فاليز، النساء كيجمعوا الحوايج ديالهم في لي فاليز. نورمالمون سي فو. ممكن نعتبروا هاد الجمله هادي كجواب، مثلا دي بالون دو لوغ زينورم باليوشون دي كافتون. عندنا هنا باليوشون هي داك الرزمه اللي كيديروا فيها الحوايج، وبالتالي ماشي في لي فاليز. اذا هاد الجواب هاد الجمله خاطئه. فهاد السؤال هذا المطلوب منك فقط ميتي ان كخوا هو انك دير واحد العلامه على الجواب الصحيح. انا غير كنبين لكم باش تفهموا اكثر النص. كيل سونتيمون لو ناراتور ايبروفتيل دون لو ديرنيي باراغراف دو تيكست، شنو هو الاحساس اللي كيحس به لو ناراتور في لو ديرنيي باراغراف. انا هنا بغيت نكتب معكم مباشره الجواب باش تعرفوا الصياغه ديال الجواب. عندنا لو ناراتور ايبروفتيل، فغادي نبدا بها لو ناراتور
éprouve le sentiment de. وهنا غادي نكتب الجواب ديالي. هنا قال لك سو ليميتي ا دو سنتيمون، يعني حتى الا قلت كانوا الاحاسيس بزاف ديرو فقط غير جوج. دونك اول احساس كاين دو سوليتود اي دو بير والخوف. نعطيكم اشارات من النص. دونك جو مو سونتي سول، لو سونتي هي عندها احسست. دونك هاد لو فيرب هذا دائما غادي يكون تابعو الاحساس. دونك جو مو سونتي بلو سول كو جامي. دونك هادي هو لا سوليتود. نزيدو نكملو هنايا ترومبلون دو فيبر اي دو بور. دونك هنا كيبان ان عندنا الاحساس ديال الخوف. ننتقلو للسؤال الخامس اللي هو دون سو باراغراف لو ديرني، يعني نفس لو باراغراف، اكوا لو ناراتور كومبارتيل سو ليو. دونك في الجواب غادي نبداو بهذه الطريقه. لو ناراتور compare ce lieu. كنلاحظوا عندي هنايا اكوا، دونك هنا غندير ce lieu ا، وحنا كنعرفوا الجواب هو ا لونفير. نرجعوا للنص باش نعطيكم الدليل. جو نو فو با الي اون لونفير. دونك دائما ملي كتقولوا نمشيو للحمام البلدي كيقولها انا ما بغيتش نمشي لجهنم. سؤال رقم ب، جوستيفي فوتخ ريبونس اون فو ليميتون ا دو زانديس. هنايا طلب منك تعطي جوج لي زانديس باش تهضر على باش تتاكد الجواب ديالك. اذا لي زانديس الا بغيتو تبداو الجمله هنا كتكون اختياريه هاد الجمله الا بغيتو ديروها ولا لا. فتقدروا تقولوا لي زانديس كي لو مونتر سون، الاشارات اللي كتدل على هذا الشيء هما عندنا في النص دون لي سال شود لي بيرسوناج دو كوشمار كي سي اجيتي. فمن خلال هاد الاشارات هادو كيبان لنا ان لو ناراتور كيشبه داك المكان بلونفير، لان فيه الحراره بزاف، فيه الناس بحال اللي بالنسبه ليه دو كوشمار. فكل شيء هاد الشيء خلاه يشبه لو بامو. سؤال رقم 6، مطلوب منك انك تعطينا لو مود دينونسياسيون فهاد الجمل هادو بجوج. ملي كنلقاو لو مود دينونسياسيون غتقولوا لنا واش لو ريسي ولا لو ديسكور. فهاد الجمله انا كنلقى لو بريزون، عندي جو فو بريزون. ملي كنلقى البريزون دونك سي لو ديسكور، سي ايميدياتمون لو ديسكور. ملي كنلقى بحال هاد الجمله هادي عندنا نو غرام بام لو باسي سامبل، فهذا لو ريسي. داكور، الا لقينا لامبارفي كذلك لو ريسي. لقينا لو بريزون سي لو ديسكور. لو ديس ملي كنقول لو بريزون كنقول لو بريزون لو باسي كومبوزي لو فيتور سامبل بارفوا لامبارفي. ملي كنعرفوا ان لامبارفي ما عندوش نفس لا فالور اللي كنلقاوها في لو ريسي. ننتقلوا لا كيسيون نيميرو 7، غولفي دون لو تيكست كاتر مون غولاتيف او شون ليكسيكال دو كور هومان. نتوما مطلوب منكم تعطيو غير ربعه ديال الكلمات، انا عطيتكم اكثر من ربعه باش هكذا نعرفوا الكلمات اللي كترتبط بلو كور هومان. عندنا لو فونتر لي بي لي مان لي ماميل لي فيس لي كويس. دونك هادو كاملين كيتعلقوا بلو كور هومان. اون فراس كومبورتون اون كومباريزون، فهي هذه. هنا مطلوب اون فراس يعني من البدايه حتى للنهايه كتبوها كامله. فجو تو مين بروندغ ان بان، جو تو برومي اون اورانج اي ان اوف دور، اي تو تروف لو موان دو بغير كوم ان نان. لاحظوا فين كاينه لا كومباريزون غير هنايا، ولكن هو طلب منك اون فراس. فتفاديا لان تمشي لك النقطه ولا كتبها كامله. الا بغيتي تركز على هاد الجهه مثلا تشغلينيها بشي لون ولا تسطر عليها سي ميو، غادي يبان للمصحح انك راك فاهم وعارف الجمله اللي درتيها وعلاش درتيها. افوتر افي le narrateur a-t-il gardé un bon souvenir du lieu où il était. ملي كنقولوا ملي كنلقاو عندنا افوتخافي، فمن الافضل نبداو الجواب ديالنا بشي اون اكسبريسيون ديال لوبينيون. دابا هنا قال لك واش لو ناراتور بقى ليه واحد لو سوفونير اللي مزيان من لو بان مور. انا بالنسبه لي غادي نقول امون نافي، ولاحظوا خص ضروري هنا الماجيسكول حيت البدايه ديال الجمله. غنقول جو بونس كو، لان دائما افوتر افي اعتقد ان. دابا عاد غادي نديرو الاطروحه. هاد الاطروحه منين غنجيبها؟ غنجيبها من السؤال. عندنا لو ناراتور اتيل غاردي ان بون سوفونير دو ليو او ايليتي، غنكتبها تقريبا كيف ما هي، غندير فيها غير واحد التغييرات. انتم لاحظوا معايا جو بونس كو لو ناراتور
اغاردي ان بون. قبل ما نكمل لاحظوا انا هنا ملي كنلقاو هاد لا فورميل بحال هكا في السؤال كنجيو هاد لا بارتي هادي كامله كنحيدوها داكور وكنكتبوها في الجواب لو ناراتور اغاردي ان بون سوفونير. نكمل لا فراز كيف ما هي لان ما عنديش شي انفيرسيون دو سوجي. دابا حد الان مازال ما دعمتش الموقف ديالي ولا مازال ما جاوبتش. يلا دابا درت ليكسبريسيون دو مون اوبينيون مازال خصني عاد نكمل. الوغ بالنسبه ليلي غنقول كار ان جامي. انا هنا اعتمدت اكثر على لو تيكست باش كنقرب لكم لي ريبونس. لي بي دون ان بان مور اون فوا ديفوني ادولت. قلت لكم ان هنا لانه عمرو حط الرجلين ديالو في شي بان مور مني ولا كبير. دونك باش انا منين جبت هذه الجمله جبتها من النص. لاحظوا جو كخوا نافوار جامي مي لي بيي دون ان بان مور. وهنا بالمناسبه راه الجواب كيبقى حر غير انا حاولت نعتمد على النص باش نعطيكم فكره كيفاش تبقاو تستغلوا النص في الاجوبه. اون بليس هذه غادي نزيدها من راسي وكتعني اضافه لذلك. لو ناراتور افيرم كيأكد لوي ميم كيل نيم با سو ليو. باش ما نديرش التكرار ديال لو بان مور فدرت سو ليو. دونك كتلاحظوا فهذا هو الجواب ديالنا. زدت هنا اون بليس اضافه لذلك الراوي كيأكد بلي انه ما كيبغيش هذا المكان. من حتى هذه جبتها غير من النص. ابيان ريفليشير جو نيم با لي با مور. وبذلك غادي تعتبر الجواب صحيح. ننتقلوا للسؤال رقم 9 اللي هو حتى هو سؤال مفتوح اللي خص تعبر على الراي ديالك. دابري فوتغ ليكتور دو باساج كيل ايدي فو فيت فو دو ناراتور. شنو هي الفكره اللي كتديرها على لو ناراتور؟ هنا كيبقى الجواب مفتوح يعني ما غاديش تكون ملزم بشي حاجه. الاساس هو انك تعبر مزيان وتكون الجواب اللي كتعطي يكون منطقي. الوغ ملي كيكونوا الاسئله بحال هذا الشكل فمن الافضل نبداو بهكا جو فوا كو ارى ان. لان هنا كيل ايدي فو فيت فو يعني بحال اللي شنو هي النظره اللي كديرها نتايا ولا شنو هي الفكره اللي كديرها على لو ناراتور من وجهه نظرك. اذا فغنستعملوا لو فيرب دي بينيون اللي هو في هذه الحاله جو فوا كو ارى ان ونعبر لونفو يعني سيدي محمد ولا نديرو من الافضل لو ناراتور باش نبقاو مع السياق ديال السؤال. ايت اون بيرسون سونسيبل حساسة بوغوز سونسيبل اي بوغوز اي سوليتير. لاحظوا انا هنايا غادي ندير ثلاثه ديال لي زادجيكتيف ثلاثه ديال الصفات. ان هاد الشخصيه ديال لو ناراتور ان هاد لو ناراتور هو واحد الشخص اللي حساس خواف وحيد. لاحظوا ملي كنديروا ثلاثة ديال الصفات فمن الأفضل هاد إيه الأولى نعوضوها بفصيلة. إي سوليتير إيل نيم با لي ليو أونكومبري دو بيرسون. ما كيبغيش الأماكن اللي كتكون مليئة بالناس كار سولا لو رون مال أليز. لأن هادشي كيخليه يكون غير مرتاح والجواب كيبقى ليكم. والاهم يكون لغويا صحيح تكونوا كديروا الديفراز اللي يقراهم المصحح ويفهمها. وصلنا لنهايه هذا الفيديو. بالنسبه لابروديكسيون اكريت غادي ندير التصحيح لاحقا. يكفي انكم تدخلوا البلاي ليست باش تقلبوا على لي فيديو اللي كتحتاجوا يكونوا متعلقين بلا بواطا ميرفي.